والناس نشرة إخبارية جديدة إليكم أبرز عناوينها. الرئيس الأمم لا تتقدم بين يوم وليلة. التلغراف تصف السيسي بالجنرال الهادئ. موجة الطقس السيء تجتاح العديد من المحافظات. شهداء جدد لمصر في حربها ضد الإرهاب. وإليكم تفاصيل النشرة. الأمم لا تتطور بين يوم وليلة، فقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في حوار أجراه مع بي بي سي بمناسبة زيارته إلى لندن أن مصر تسير على طريق الديمقراطية، وأن أعطاء مزيد من الحرية السياسية يستغرق بعض الوقت، قائلا: لقد تحدثنا كثيرا عما تحقق خلال السنوات الأربع الماضية، وآخرها الانتخابات البرلمانية التي تجري بنزاهة وشفافية. وحول قانون مكافحة الإرهاب أوضح الرئيس أن المناخ موجود في أوروبا يختلف عن مصر، خاصة وأن مصر تخوض حربا قوية ضد الإرهاب. هذا ونشرت صحيفة التلغراف البريطانية تقريرا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي ووصفته بالجنرال الهادئ، وقالت إن أولوياته هي إيقاف أزمة الطاقة في مصر وتطبيق مشروع الضمان الاجتماعي ونشر روح التسامح الديني بين المسلمين والمسيحيين، لافتة إلى أن صحيفة التايم الأمريكية اختارته شخصية عام 2013. كما نشرت الصحيفة ما وصفته بأقواله المأثورة، ومنها تصريحه الموجه للرئيس الأمريكي باراك أوباما: لقد أدرت ظهرك للمصريين وهم لن ينسوا ذلك أبدا. شهداء جدد لمصر في حربها ضد الإرهاب. فقد أعلن مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن انتحاري يقود سيارة ربع نقل مفخخة حاول اقتحام مبنى نادي ضباط الشرطة، فاصطدم بالحاجز الخرساني أمام المبنى، مما أدى إلى انفجار السيارة ومصرع الإرهابي واستشهاد 3 شرطيين وإصابة 10 آخرين بينهم 5 مدنيين. مواجهة مراكز الدروس الخصوصية. فقد أعلن الدكتور خالد زكريا العادلي محافظ الجيزة غلق 28 مركزا من غير الحاصل على التراخيص من الجهات المختصة، مناشدا أولياء الأمور بالإبلاغ فورا عن أي مكان أو مركز للدروس الخصوصية يستقبل التلاميذ والطلاب لإعطاء دروس خصوصية. أمطار غزيرة في سيناء والإسكندرية والوجه البحري وصلت إلى حد السيول في البحيرة ووادي النطرون. فقد شهدت العديد من المحافظات المصرية انخفاضا في درجات الحرارة وزيادة شدة الرياح، ما أدى لسقوط الأمطار الغزيرة مصحوبة بالبرق والرعد، كما تسبب في ارتباك مروري خاصة في الطرق الرئيسية. وقد شارك رجال المنطقة الشمالية العسكرية أجهزة الدولة جهودها لشفط وكسح مياه الأمطار في الإسكندرية والبحيرة، بالإضافة إلى الدفع بعشر عربات مساعدات غذائية وبطاطين وأغطية ومواد تموينية لمعاونة المتضررين. هذا وأعلن مجلس الوزراء حالة الطوارئ لمواجهة السيول والأمطار، ووجه المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء المحافظين ووزير الإسكان بمتابعة توافر الإمكانيات اللازمة لتصريف المياه المتجمعة نتيجة لسقوط الأمطار بعدد من المحافظات التي تعرضت لأمطار غزيرة وسيول، والعمل على تعزيز هذه الإمكانيات من خلال التنسيق مع المحافظات المجاورة لمواجهة الطقس السيء. نشرتنا انتهت، نلقاكم في نشرات أخرى بإذن الله.